ماشي زعما مجموعة دايرة بحال هكا. بحال دابا مثلا نقول هذيك أ هي مجموعة ديال لي زيكس كي ابارتيان أ أر، بحيث هادوك لي زيكس راهم لازم عليهم واحد تيكونوا كبر من الزيرو. اوكي، هذه مجموعه، هذا سيت ان انصومبل. اوكي، هذا سيت ان انصومبل. شنو هو هذا الانصومبل؟ هما الاعداد اللي كاينين في ار ولازم عليهم واحد تيكونوا كبر من الزيرو. اوكي، دونك هما بصفه اخرى هما الاعداد اللي كبر من ناقص واحد. كاع هذوك الاعداد اللي كبر من ناقص واحد هما واحد المجموعه ديال الاعداد اللي كينتميو لهذا الانصومبل ا. دونك كيفاش كيتكاركتيريز ان انصومبل؟ بواحد لي زيليمون اللي كيحققوا نفس الشرط وكي كيكون عندهم واحد الحاجه مشتركه اللي هي كتجمعهم في هذاك الانصومبل. اوكي، بين الدري سولني امير قال لي يعني كيفاش كنديروا داك ينتمي وكذا، كنظن كيسول على هذه القضيه هذه اللي غنشرح لكم دابا. فوقاش يكون ان انصومبل؟ ناخذ هذا. فوقاش يكون ان انصومبل اخر؟ مثلا هذا ا، وناخذوا ان اوتر انصومبل بي، هذا بي. كتلاحظوا ان هذا الانصومبل بي كاين وسط ا، هذه كنسميوها ضمنه، يعني بي ضمنه ا. اوكي، باش نشوف واش كيتسجل داك الشيء بعدا. اولا ما تيتسجلش، لا كيتسجل. اوكي، كنقولوا بي ضمن ا فوقاش؟ الا كانوا كاع لي زيليمون اللي مثلا كان شي اليمون اكس كاين في بي، الوغ هادشي كيعني انه كاين في ا، يعني بي راه كاينه وسط ا، يعني اي اليمون كاين هنا راه كاين حتى في ا، حيت بي كامله كاينه وسط ا. اوكي، لا خلي لي مثلا بعد الرطب باش يبان في الفيديو صافي. اوكي، يعني باش نبينوا هذه القضيه هذه، ان بي كاينه يعني انكلو في ا، خصنا ناخذوا واحد ليليمون كاين في بي ونبقاو غادي بلي زامبليكاسيون حتى نوصلوا بانه راه اكس كاين في ا. باغ اكزومبل نعطيكم شي مثال اللي هو بسيط. مثلا نشوف الا خدينا مثلا بي هي لونسومبل ديال لي زيكس qui sont supérieurs ou là les x qui appartiennent à R tels que x sont supérieurs à 0. Il y a R plus. Vous voyez? Je vais vous donner un petit abstrait pour que vous puissiez vous dire. يعني الاعداد اللي الحقيقيه اللي كبر من الزيرو. اوكي، وناخذوا ال ا هي الاعداد الحقيقيه بحيث x كبر من واحد. شوفوا معايا مزيان في هذه القضيه هذه. شكون اللي يقول لي انا غنسولكم، شكون اللي قال لي هاد لي زونسومبل، هاد لي زونسومبل شكون اللي هو انكلو في لوتر؟ شكون اللي كاين ضمن الاخرى؟ واش ا اللي ضمن بي ولا بي ضمن ا؟ يلا جاوبوني باش ما بقاش غير انا نهضر. نقول نفس الزمان ونتكافئ فوقاش كناخدو عنصر ونبينو كيفاش كناخدو عنصر ونبينو انه كاين في المجموعة الأخرى. احنا منيشان بالمجموعة وكنكملو نفس الزمان وفوقاش كناخدو عنصر ونبينو انه كاين في المجموعة الأخرى. نعم، هادشي اللي كنهضرو عليه وكنظن خصني نعطي لي زيكزومبل. هادشي اوكي. شكون اللي جاوبني؟ شكون اللي جاوبني؟ شكون اللي يقول لي هنايا شكون اللي انكلو في لوتر؟ واش ا انكلو في بي ولا بي انكلو في ا في هذه الحاله هذه؟ حيد هذه باش اللي جا غادي يشوف. عندنا هاد لي دو زونسومبل نكتب هذه مزيان، لي زيكس كي ابارتيان ا ار تيل كو اكس سوبيريور او ايغال ا زيرو، وعندنا لي زيكس كي ابارتيان ا ار تيل كو اكس سوبيريور او ايغال ا ان. شكون هو اللي كاين؟ شكون هي المجموعه اللي كاينه ضمن الاخرى؟ انا غادي نجاوب بما انه حتى واحد مازال ما جاوب.
لانه كاين بزاف ديال الاسئله خصني نزرب شويه. هنا كنشوفوا انه لخدينا، شوفوا معايا مزيان، لخدينا واحد الاكس، ولا نعطيكم الجواب بعدا حتى هنايا كيبان ليا ان الا هي اللي انكلوف بي، حيت ا انكلوف بي. علاش؟ حيت لخدينا واحد الاليمون، الا خدينا شي اليمون اكس لخدينا كاين في ا، خصنا نبقاو غادي ندير زامبليكاسيون نوصلوا انه كاين في بي. لاحظوا معايا مزيان، اكس كاين في ا كيعني ان اكس اكبر من الزيرو، اوكي، كاين ان اكس اكبر من واحد، عفوا، حيت هادي هي ا، اكس اكبر من واحد، ولا كان اكس اكبر من واحد راه اكبر حتى من الزيرو، اذا اكس راه كاين حتى في بي تو سامبلومون. انا كنعطيكم امثله اللي هي بسيطه بزاف باش تفهمون. هادي باش نبينو لانكلوزيون، يعني ان واحد لونسومب راه كاين ضمن اونسومب الاخر. باش نبينو ليغاليتي، اش كنديرو باش نبينو ليغاليتي؟ تو سامبلومون خصنا نبينو ان انت ا ايغال ا بي، نكتبها كبيرة هنا، ا ايغال ا بي سي اي سولمون سي، الا اذا كان ا انكلوف بي اي بي انكلوف ا، تو سامبلومون. ليغاليتي ديال دو زونسومبل خصنا يكون هذا ضمن هذا وهذا ضمن هذا. اش كتعني ان يعني حتى وحده ما وصلت للاخرى، يعني هما نفس الشيء، يعني سون ايغو، يعني متساويين. نتمنى نكون وضحت لك هذه القضيه هذه، حيت السؤال ديالك شويه في شكل ما قدرش نتي شو واش قلت حاجه. ا ضمن بي، وي ا ضمن بي، كاينه ملكه زد دي. ميرسي، انا نشوفو في يوتيوب. وي نيزلاند، اوكي، أيوب مونتي فالكو ماك. عندو السؤال اللي موراه، السؤال اللي موراه ديال لانوش سي. أستاذ أنا ما فاهمش ديمونستراسيون باغ ريكورونس، ما بغاش يتفهم ليا، كيفاش نخرجو؟ الناس كيسولوا على ديمونستراسيون باغ ريكورونس، بزاف ديال الناس يسولوا عليها، بزاف شي خمسة الناس وقال لي يسولوا عليها ديمونستراسيون باغ ريكورونس، وهضرت عليها في اللايف اللي فات، وغنعاود نهضر عليها باش نحس كاين بزاف اللي ما فاهمناش. ايش شو تبدل؟ ديمونستراسيون بار ريكورونس، مبدا الترجع او البرهان بالترجع. اولا قبل ما نهضروا عليه ماتيماتيكمون نهضروا عليه لغويا، اش كيعني ترجع؟ يعني كنرجعوا لشي حاجه باش كنبينوا واحد الحاجه، يعني كتكون عندنا واحد العباره بي دو ان، كتكون عندنا واحد العبارة بي دو ان، واحد ليكسبريسيون ماتيماتيك، كنبغيو نبينوها انها فغي بور توت ان ابارتونون ان، كنبغيو نبينو انها صحيحة لكل ان من ان. الوغ هاد العبارة باش نبينوها صحيحة لكل ان من ان، اش كنديرو؟ شنو هو مبدا الترجع؟ برانسيب ديال لا ريكورونس هو اننا كنجيو بحال دابا هنا عندنا ان، اولا نهضروا حيت نورمالمون ان ابارتونون ان راه كتعني ان ان سوبيريور او ايغال ا زيرو، ولكن بعد مرات في الريكورونس كتكون عندنا ان ابارتونون ان ايتوال. كنا صادر تقطع اللايف، نكملوا. قلت لكم الترجع يعني عندنا واحد بي دو ان عباره كنبغيو نبينوا انها صحيحه لكل ال من ان، بارفوا ما كتكونش عندنا ان، كتكون ان ايتوال، كتكون ان موان زيرو و ان، يعني كتبدا من جوج وطلع. يعني باش نهضر حنا نهضروا بصفه عامه، نديروا
N عدد صحيح طبيعي سوبيريور ويقال بي. هضرو اون جينيرال. يعني هنا الحد الاول شنو هو؟ هو بي. مزيان. اش كنجيو ديمونستراسيون بار ريكورونس. نديرو هاد العباره نسميوها العباره كيو ان. اوكي باش ما تخالطش ليكم مع هاد بي هادي. ديمونستراسيون بار ريكورونس. انا غادي ندير لكم دابا شي اكزامبل. قلب لي في اكزامبل في ويكيبيديا سبعة ديمونستراسيون بار ريكورونس وطلع لك ديال ويكيبيديا برك. سير الاكزامبل نيشان. ديمونستراسيون بار ريكورونس كاين ثلاثة ديال لي زيتاب، الاولى الثانية الثالثة. سهل وانا غنقولهم لكم وغنوريكم كيفاش تعقلوا عليهم. اول حاجة لازم نشوف واش متبدل معايا الناس. الاولى هي كنبينوا ان هاد كيو هي فري. كنبينوا ان العباره كيو هي صحيحه بور ان ايغال ا بي. على بور ان ايغال ا بي اون مونتر كو كيو دو ان اي فري. يعني واحد ان ايغال بي كنبينو ان العباره كيو دو ان صحيحه. علاش؟ هنا كنبينو بالنسبه للحد الاول. ليطاب الثانيه اللي هي مهمه، اون سيبوز كنفترضو اون سيبوز كو كيو دو ان اي فري. فوالا بور ان كيلكونك، يعني بور توت ان. نكتبها بحال هكا بور توت ان سبويور غالا بي. هنا فين تسمى الترجع؟ لاحظوا معايا، غنسيبوزو ان صحيحة لاجل ان كيلكونك كيما بغا يكون، اي اون نيساي دو مونتخي ليتاب التالتة، اون مونتخ كو كيو دو ان بلوس ان اي فغي. راه هنا هي الترجع، ولكن في هذه المرحله هنا كان سيبوزيو ان كيو دو ان صحيحه، واعتمادا على هذا كيو دو ان صحيحه كنحاولوا نبينوا ان كيو دو ان بلس ان هي صحيحه. مفهوم؟ انا غنعطيكم ان اكزومبل وغتفهموا. هنا هذا هو الترجع، يعني كنرجعوا للحد اللي قبل منه. الحد اللي قبل ان بلس ان شنو هو؟ هو ان. يعني كنرجعوا لان باش نبينوا ان ان بلس ان فغي. واش الشيء كامل بور توت ان؟ اي دونك بما اننا بينا ان بور توت ان خديناه لو سكسيسور ديالو او العدد اللي كيتبعو كيو، العباره كيو صحيحه لاجلو، فاننا بينا بور توت ان. اوكي عاد تنقولو دونك بور توت ان سيبوري او غالا بي على كيو دو ان فغي تو سامبلومون. هاد القضيه بسيطه. الوغ نشوف شي اكزومبل. سمحوا لي نقلب على اكزومبل باش تفهموا مزيان. اوكي نشوف شي اكزومبل يكون سامبل باش تفهموا، اللي هو ديال البينوم دو نيوتن. الاكزومبل اللي تعطيتو ديك المره هو ديال هاد القضيه هادي. كما كتعرفوا ان ان او كاري بلس دو زان بلس ان، هادي راه مستطابقه هامه، راه ايكال ان بلس ان او كاري. هادي راها بوغ توت ان ابارتونو ان. كاين ولا مكايناش؟ هذه هي العباره كيو دو ان اللي قلت لكم. غير هي هنا كيو دو ان راهي اش كتشوفوها؟ هي واحد العباره بدلاله ان، واحد ليكسبريسيون ماتيماتيك خصنا نبينو انها صحيحه لكل ان من ان. تو سامبلومون بكل بساطه كنجيو كنقولو بوغ ان ايكالا زيرو شنو عندنا؟ اون كنعوضو بزيرو. هادي الى عوضنا ان بزيرو عطينا ان، ياك؟ اي عوتاني الفوقانيه ان بلس ان او كاغي الى عوضنا بزيرو عطينا حتى هي ان، دونك هما متساويين. اي دونك هاد العباره صحيحه بوغ ان ايكال زيرو. الوغ ليكسبرسيون اي فغي بوغ ان ايكال زيرو
ياك هذه ليتاب الاولى. كندوزو ليتاب الثانيه كنجيو كنقولوا اون سيبوز، يعني غنسيبوزو ان صحيحه لاجل الان، ونبينوا ان صحيحه بور توت لاجل الان بلس 1، يعني لو سكسيسور العدد اللي كيتبعو. اون سيبوز كو ان او كاري بلس 2 ان بلس 1 راها ايغال ا ان بلس 1 او كاري. كنفترضوا ان كاينه هاد القضيه راها بصح، وكنحاولوا نبينوا ايه اون مونتر كو دابا ان بلس 1 او كاري بلس 2 فاكتور ان بلس 1. فوق ما نلقى ان كنحط بلاصتو ان بلس 1 بلس ان بلس 1 بلس 1 تولي ان بلس 2 او كاري. لا لا ايغال كنحاولوا نبينوا ايغال. فوالا هاد ليكسبرسيون كنحاولوا نبينوا انطلاقا من هادي. دونك اش غنديروا؟ تو سامبلومون غنشدوا هادي انطلاقا من هادي، خصنا نبينوا ان هادي صحيحه. دونك غنجي لهنا كي ان بلس 1 فوق ان بلس 2. غنجي مثلا هنا غناخذ هادي ونحاول نبينها كتساوي هادي. مزيان دونك عندنا ان بلس 1 او كاري بلس 2 ان دو فاكتور ان بلس 1 ايغال. ونبقى غادي ونوصل، خصني نوصل لهادي، اما نبقى غادي خصني نوصل ان هادي ايغال ان بلس 2 او كاري. دونك نجيو لهادي ونشوفو فيها ان بلس 1 او كاري اللي حنا سيبوزينا انها كتساوي هادي. اوكي اي دونك نجيو نخدمو هاد القضيه هادي ديال ولا نخدموها. واخا اوكي هي ان او كاري بلس 2 ان بلس 1 هادي هي هادي. عاد نزيدو عليها بلس 2 فاكتور ان بلس 1 اللي هي 2 ان بلس 2، وغادي نكملو الحساب. المهم حنا خصنا نوصلو انها كتساوي هادي. نديرو هي ان او كاري بلس 4n بلس 3، وهذه ما تخرجناش كتساوي هذيك. كيفاش لازم نشوفو واش درنا؟ نسيت واحد الان، هنايا نسيت واحد الان بلس 1 ايغال هادي، نسيت هاد الان، داكشي اللي وقع البروبليم. دونك هنا ناقصنا واحد واحد الان، يعني واحد الان اللي غتولي هنا 4 4. وهذه راه هي ان او كاري بلس 2 فوا 2 بلس 2 فوا 2 ان، ياك لا بلس 2 ان، فوالا 2 فوا 2 فوا ان بلس 2 او كاري اللي هي غتعطينا ان بلس 2 او كاري. وحنا شنو درنا؟ بينا ان هذه كتساوي هذه، ها هي هذه كتساوي هذه، انطلاقا من هذا الافتراض اللي افترضنا. وفي الاخير تنقولوا الوغ دابري لو برينسيپ دو ريكورونس ولا يعني بالاعتماد على مبدا الترجع او حسب مبدا الترجع، فانه لكل ان من ان هذه كتساوي هذه. اوكي كنتمنى تكون فهمتي اللي طرحتي هذا السؤال. لقيناكم على ما نسالوا الاسئله، خصني نزرب شويه. اوكي كنتمنى واش فهمتوا الريكورونس ولا واش فهمتوا الريكورونس؟ قولوا لي الناس اللي طرحوا السؤال فهمتوا الريكورونس. المهم اللي ما فهمش عاود يطرح عليا. اوكي عندو السؤال اللي موراه، السؤال اللي كيتبعو هذا. اوكي continuité de la composée de deux fonctions. السؤال اللي ديال اللي تابعو دابا هو واحد البنت كتسول على لا continuité de la composée de deux fonctions. البنت سولات على اللي هي فاتي فلور، سولات على لا composée de deux fonctions، لا continuité de la composée de deux fonctions. alors تبعو معايا مزيان، هذه مهمه بزاف. عرفتي شحال مهمه هذه القضيه؟ ملي كيكون عندنا دو فونكسيون اف غون جي دو اكس، فوقاش كتكون هاد لا فونكسيون كونتينيو؟ فوقاش تو سامبلومون خصكم تفهموا بعدا شنو هو كومبوزي دو فونكسيون. اوكي اذا نهضروا شويه على كومبوزي دو فونكسيون. كومبوزي دو فونكسيون تو سامبلومون هو اننا كنشدو، نعاود نكتبها لكم، اف غون جي دو اكس راه هي اف دو جي دو اكس نورمالمون. بحال لا
كتحسبوا الصورة ديال الدالة الدالة جي بالدالة اف، كتحسبوا الصورة ديال الدالة جي بالدالة اف. يعني بلغة أخرى كتشدوا هاد اكس كتحسبوا له الصورة ديالو بالدالة جي، تبعوا معايا مزيان، واللي خرج ليكم كتحسبوا الصورة ديالو بالدالة اف. يعني تو سامبلومون يعني هاد اكس كتحسبوا الصورة ديالو بالدالة جي كيعطيكم جي دو اكس، ابخي كتابليكيو على جي دو اكس دالة اف كتعطيكم اف دو جي دو اكس اللي هي اف غون جي دو اكس. هادي راه غير نوطاسيون كتسمى التحام او كومبوزيسيون، فهمتوا؟ وهادي من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، يعني اكس كتعطيه هاد الصور كتسمى اف غون جي، لا فونكسيون اف غون جي. اوكي كتسمى لا كومبوزي ديال لي دو فونكسيون. واخا مزيان، شوفوا معايا مزيان، هنا هاد الاكس كيكون في واحد المجال اي، كاين ولا ما كايناش؟ وملي كنحسبوا له الصوره ديالو كتكون هي الصوره ديال اي باب الداله جي، عفوا ماشي باف، كتكون هي الصوره ديال اي. واخا مزيان مزيان، كتكون هي الصوره ديال اي. الوغ هنا x كاين في اي، دونك جي دو اكس تكون في جي دو اي. اي ابخي ملي كنعاودو نحسبو ليماج كنوصلو لواحد المجال اللي نسميوه جي، ولا نسميوه اف دو جي دو اي. ولكن خصكم تشوفو معايا، لاحظوا معايا هاد القضية هنا، باش نحسبوا جي دو اكس خاصها تكون جي كونتينيو في اي، حيت جي كتابليكي على الاكس، مي الاف كتابليكي على جي دو اكس، يعني كتابليكي على لي زيليمون ولا العناصر اللي كاينين في المجال جي دو اي، لان بما انه اي مجال فحتى جي دو اي غتكون مجال. اوكي يعني هنا اف خاصها تكون كونتينيو في جي دو اي، مفهوم؟ هذا هو الشرط ديال لا كونتينيتي. غنمسح عاوتاني هادشي ونعاود نقول لكم بطريقه اخرى. هنا اكس كتابليكي على جي، دونك الشرط الاول ديال لا كونتينيتي خاصها تكون جي كونتيني سور اي. شنو هو اي؟ كما قلت لكم هو المجال اللي معرف فيه اكس. اوكي موجود اكس من اي، هاد الاي يقدر يكون 0 بلس انفيني، يقدر يكون ار، يقدر يكون 0 1، يقدر يكون نامبورت كيل انتغرال. خاصها تكون جي كونتينيو في اي. و دوزيام شوز خاصها تكون اف كونتينيو سور جي دو اي، حيت اف كتابليك على جي دو اي ماشي على اي. كنتمنى تكون فهمتي امول هاد السؤال. بلاتي فهمنا، ها هو ملي غنبغيو نديرو. دونك واش نقولوا باللي السؤال اللي معطينا نبينوه ولا داكشي اللي درنا فيه مونتريكو؟ ما فهمتش السؤال. هدى الخياطي قالت لنا فهمنا، ها هو ملي غنبغيو نديرو. دونك واش نقولوا باللي السؤال اللي عطينا نبينوه ولا داكشي اللي درنا فيه مونتريكو؟ واو واو واو، عطي راسي بغيت تولي السؤال، ولكن وقال بغيت تقول زعما في الاخر غنقولوا الوغ. هنا انا الا كانت هذه اللي تحققوا جوج شروط، تحققوا جوج شروط، غنقولوا الوغ اف اون جي اي كونتيني سور اي. كاينه مزيان، عاد فهمت شنو بغيت تقول. انا نكمل لك، غنقولوا الوغ اف اون جي اي كونتيني سور اي، نقولوا سور اي. واش هذا هو السؤال ديالك هدى ياك؟ كنظن هذا هو السؤال ديالك، حيت نورمالمون الداله كيما قلت لكم الداله اف غون جي راها معرفه من اي حتى الاف دو جي دو اي، يعني واحد المجال اخر ماشي جي دو اي. دونك حنا الداله كنهضروا على حساب المجال ديال الانطلاق ديالها، ومجال الانطلاق ديال الداله اف غون جي هو اي. دونك نقولوا انها كونتيني في اي، اون دي كو اف اون جي كونتيني سور اي
سي اس سيلمون سي جي كونتيني سور اي و اف كونتيني سور جي دو اي و هادشي راه صح تشوف في الكور ديال لا كونتينيتي في لاشين ديالي اللي هي بالسميه ديالي لاشين ديالي بالسميه ديالها تكتبوا زكريا بويشا في يوتيوب غادي نطلع لكم. اوكي غادي ندوز للسؤال اللي مورا اولا نشوف نعطي شي اكزومبل كنظن بلاتي نشوف شحال الوقت داز 32 ما عقلنيش الوقت اوكي غنشوف السؤال اللي مورا السؤال اللي مورا تيقول raisonnement par disjonction de K A le raisonnement par disjonction de K اوكي نحسن الاكزامبل non non la récurrence ah la raison non la récurrence ok ah ça vous ne pouvez pas dire quelque chose qui est nul la récurrence ah d'abord vous me dites donc واش غنقولوا بلي السؤال اللي عطينا نبينوه ولا داك الشيء غنقولوا هذاك الشيء اللي عطانا نبينوه اه غنقولوا داك الشيء اللي عطانا نبينوه يعني مثلا قال لك بين ان اللي كل ان من ان راها طا 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 تقول لهم هذاك حسب مبدا الترجع اذا فكذا كذا هذاك الشيء اللي قالوا لك في الكيستيون اوكي هذه مزيانه هذه مزيانه مزيانه هذيك كاين السؤال ديال صابرين صابرين كتقول لينا لا لو ريزونمون بار ديسجونكسيون لا ديسجونكسيون دي كا البرهان بفصل الحالات برهان بفصل الحالات يعني احنا نشوف انا نعطيكم مباشره اكزومبل مباشره اكزومبل حيت قال لك بالمثال يتضح المقال ناخذ واحد ليكزامبل ديمونتري كو بور توت او كيسيون ديمونتري وجدوا راسكم راه غنبقى نسولكم وجدوا راسكم ديمونتري كو بور توت ان ابارتينو وا ان فو ميم مزيان ان فاكتور ان بلس 1 سور 2 ايت ان انتي ايت ان انتي سا فيدير كوا يعني ابارتيان ان يلا ديسجونكسيون دي كا بعدا نهضر لكم على الديمونستراسيون بار ديسجونكسيون دي كا هو كيكون عندنا واحد 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 العباره باغي نبينوا انها صحيحه وباش نبينوا انها صحيحه خصنا نعزلوا بزاف ديال الحالات اوكي كنبغيو نبينوا شي حاجه شي بروبريتي بي اللي كتعلق بواحد واحد لونتي ان ولا شي بارامتر اكس غير ولا كيما كان وهذاك الاستدلال كيحتم علينا اننا ندرسو نفصلو الحالات يعني ما يمكنش نهضروا هكا يعني نهضروا اون جينيرال خصنا نفصلو الحالات الوغ دابا شكون اللي يقول لي شنو غنديروا في هذا السؤال هذا شكون اللي يقول لي شنو غنديروا في هذا السؤال انا كنسين لا ريبونس ديالكم سافا اسنيو اسم الصديق ديالو طق صابرين صابرين جاوبنا على السؤال ديال صابرين حتى تشوفوا في يوتيوب ولا في تشوفوا في المجموعه حتى يبقى فيها 24 ساعه اوكي يلا قول لي شنو غنديروا هنايا هذا السؤال كيحتم علينا اننا نديروا فصل الحالات ديسجونكسيون دي كا هنا البارامتر نعاود نقول لكم التعريف ديال ديسجونكسيون دي كا ديمونستراسيون بار ديسجونكسيون دي كا هي ملي كنبغيو نبينوا واحد ليكسبرسيون ياك انا صحيحه وهذيك ليكسبرسيون ديبون دان بارامتر كتعلق او لك عندها علاقه بواحد المتغير سواء بهذه الحاله المتغير هو ان وباش نبينوا هذيك القضيه هذاك المتغير عنده بزاف ديال الحالات خصنا كيتحتم علينا اننا ندرسوا بزاف ديال الحالات
بحال دابا هنا ان فين كاين في ان هو هو ستان نونتي ناتورال. وهاد لي زونتي ناتورال شنو فيهم؟ شحال من حاله؟ شحال من حاله فيهم؟ كاينين لي زونتي ناتورال اللي هما بير، وكاينين اللي هما امبير. تري بيان هدى، هدى خياطي قالت لنا نديرو دو كا، سي ان اي بير اي سي ان اي امبير. هذا هو الجواب، حيت لي زونتي ناتورال فيهم جوج ديال الحاجات، ان بير ولا امبير. فهمت؟ في هذه الحاله اللي باغي ندرسوها، كاين شي حاله اخرى خصنا ندرسو، واش استان نمبر بروميي ولا هذا ولا هذا. بزاف ديال الحالات، مثلا الا كنا خدامين في ار تنقولوا سي الا كان بوزيتيف ولا كان نيجاتيف، على حسب ليكسبريسيون اللي عندنا هنا اللي هي كديبون دو ان. كنشوفوا شنو خصها، شنو هما لي كان اللي ممكن اللي خصنا ندرسوهم. بحال دابا هنا باش يكون هاد ليكسبريسيون ان فاكتور ان بلس ان سور دو، ضرب ديال جوج اعداد متتابعه قسمناها على جوج، خصو يكون ان نونتي ناتورال بوغ توت ان. هذه قالوا لنا انها محققه بوغ توت ان، ولي ان اللي كاينين في الاعداد الصحيحه الطبيعيه فيهم جوج ديال الحاجات، اما بير ولا امبير. دونك لما تاصلوا نبداو غنجيو غنفصلوا الحالات، غنقولوا سي ان بير، هاك هذه الحاله الاولى. اونا لكن ان بير راه يكون ان كيساوي دو كا، افيك كا راه هو حتى هو اونتي ناتورال. علاش في هذه الحاله كاين في ان؟ حيت الا كان كا في زيد راه مشكله، يقدر يولي لنا ان سالب، هنا ان عندنا موجب، دونك نديرو كا كاين في ان ونشدو. الوغ هذيك ان فاكتور ان بلس 1 سور 2 شنو غتكون الا عوضنا ان ب 2 كا؟ ان نحطو بلاصتو 2 كا، ان نحطو بلاصتو 2 كا بلس 1 سور 2 مشات 2 مع 2 كا فاكتور كا فاكتور 2 كا بلس 1 اللي هي 2 كا كاري بلس كا اللي هو ان اونتي ناتورال. علاش؟ سمحوا لي مكتبان ليكمش هاد القضيه، هذا راه ان اونتي ناتورال. علاش؟ حيت كا ان اونتي ناتورال، اونتي ناتورال درنا له اوكاري ضربناه في جوج زدنا ليه اونتي ناتورال واحد اخر راه كيبقى اونتي ناتورال. سي سامبل. دونك درسنا الحاله الاولى. الحاله الثانيه اذا كان ان امبير، اذا كان ان امبير تو سامبلومون ان غيكون هو يتكتب لهذا الشكل دو كا بلس 1 افيك كا سي ان اونتي ناتورال. مزيان، وغنعشدو هاد ان فاكتور ان بلس 1 سيغ دو، ونعوضو ان بدو كا بلس 1، دو كا بلس 1 فاكتور دو كا بلس 1 بلس 1 سيغ دو، وغنحسبوها بيان سيغ دو كا. فيها شويه الحساب هادي، غير حسبوها تلقاو شي حاجه اللي هي اونتي ناتورال. فين عطق خصنا هنايا نعملو بجوج، هادشي غنشرو غيخرج لنا جوج، غنعملو بجوج هادشي جوج اللي لتحت، عاولي عندنا سطر واحد دونك غيكون هذاك اونتي ناتورال. اوكي بلا ما نكملها. وملي كنقولو ملي كنبينو هاد الحاله كنقولو في الاخر كنقولو دونك، كنقولو دونك فوالا درنا ديسجونكسيون دي كا فصل الحالات، وفي كلتا الحالتين خرج لنا هذا النوتي ناتورال. يعني هو بالنسبه لي بير راه اونتي ناتورال، وبالنسبه لي زامبير راه هو اونتي ناتورال. دونك هو اونتي ناتورال بور تو لي زين كي ابارتيان ان ولا بور تو لي زونتي ناتورال. يعني شوفوا اي ان خديناه وي تما من ار غادي نحققوا لنا العباره. اوكي ندوزو السؤال الذي بعده. السؤال الذي بعده هو composé de deux fonctions. سولتنا عليه وليد الداح، وليد الداح جاوبنا عليه، راه جاوبنا على الكومبوزيسيون دو دو فونكسيون. ما كان راش جاوب لي السؤال اللي كان فيه الرمز. اوكي قلت لها القضيه. مريم او قالت لنا ما كنعرفش نجاوب على شي سؤال فيه ليبسيلون، هذا العدد ايبسيلون. نكتبو لكم كبير شويه.
ابسيلون. هذا العدد ابسيلون هو واحد العدد راه مهم في الرياضيات، وفي نفس الوقت ما معاهش مشاكل، بالعكس هو جاب شي سهل الامور. نشوف لي كومونتير ديالكم. كيخدم في لا ليميت بزاف. هنا قالت ظريف علي، قالنا ان في ان قابل للقسمة على جوج، ابقى في ان مزيانه هادي مون بروف. وي كانت حتى هذاك الديمونستراسيون تاعي صحيحه. الظريف علي، الظريف علي قالنا زعما في هذيك ان فاكتور ان بلس ان نقدروا نقول بينو انه رابيغ. وي بينو رابيغ ومزيان، حتى هذا حل وصحيح. ولكن احنا يعني في الحاله اللي كنا تنهضروا فيها كنا باغي نبينو ديسونكسيون دي كا، ملي داكشي علاش درنا هذيك الميثود. شكرا لكم بزاف كيدي فيزياء. جنال ماشي مشكل اخويا جنال امير، هذا الفيديو راه غادي يتحط في، غيبقى في في المجموعه ابخي 24 اور ولا غدا ولا بعدو، غنحطو في لاشين يوتيوب. لاشين يوتيوب راه بالسميه ديالي في يوتيوب. كتبوا اون كومبريونسيون التحويل، بليز كيفاش نعرفو نكتبو اون كومبريونسيون والتحويل ليكستونسيون. ما فهمتش هو تخياطي. الوغ مريم او كتسولنا على ليبسيلون. قلت لنا ما كنعرفش نتعامل مع ليبسيلون. شكون اللي يقول لي؟ اي واحد فيكم يقول لي اش كيعرف على ايبسيلون؟ اوكي بيان سور سيونس فيزيك محال يعرفوها، يعرفوا الناس سيونس مات. شكون اللي يقول لي اش كتعرفوا على ايبسيلون؟ هذا عدد ايبسيلون شحال؟ كتعرفوا على ايبسيلون؟ ايبسيلون اللي ما كيعرفش يقول لي ما عرفوش، باش نعرف باش نبقى نساين. انت الفيديو اللي فيه مونتاج لو كتهضر على المجموعات المعرفه بادراك، ولا كيفاش هو داك كتهضر على المجموعات المعرفة بإدراك، ولا بالتفصيل كيفاش نديرو انتقال على المجموعة قطعا. كتهضر على المجموعات المعرفة بإدراك، ولا بالتفصيل كيفاش نديرو انتقال. والله ما فهمت، والله ما فهمت هذاك السؤال الضاري بعلي. ظريف علي قالنا ايبسيلون غالبا كيكون صغير، لكن ماشي ديما كيكون صغير، مره كيكون اصغر. كل مره شنو فيزيكو من دراسه دقيقه كنت خدام بشويه الفيزيك، راه فيه خدمه فيزيك اكثر من الماط. الوغ غنهضر شويه على ايبسيلون. باش نهضر لكم على ايبسيلون خصهم يكونوا حاضر معايا الناس لي سونس مات اللي هما كيقراو في سوا في الاولى باك سوا في الثانيه باك، المهم لي سونس مات. المهم هذوك بحال مثلا ديك القضيه ديال فصل الحالات، قلت لك واحد في الليسي كيقرا سيونس مات، دير سيونس مات، الا جينا نديرو ديسيونكسيون دي كا فصل الحالات غتقول لي هذا السيد يا اما كيقرا في السيزيام يا اما كيقرا في الباك، ها هما ديسيونكسيون دي كا. فهمت؟ يعني ما يكون الاخر ما يمكنش يكون بيناتهم اللي يكون في السينك، كاين جوج ديال الحالات. المهم ولا هضرنا عاوتاني، قلت لكم واحد ليليف كيقرا في الليسي و وداير شعبه علميه، غتقول لي هاد الدري يكون يا اما سيونس فيزيك يا اما يا اما سيونس مات يا اما SVT les sciences de la vie et la terre، soit les consciences techniques ou les choses à dire même science. À donc quand dire au fond le حالات دابا هنا ensemble et exemple معرفة نيشان ensemble معرفة نيشان
ولا امبليسيت كيفاش كنحولوها؟ اه كيفاش كنحولوها لاكسبليسيت؟ ها داري بالي كتهضر على لي زونسومبل. كيفاش كنحولوها اكسبليسيت؟ تو سامبلومون داري بالي كنشدو هذيك لونسومبل، هذيك لانفورماسيون اللي عطانا هذيك لونسومبل، كنحاولوا نترجموها ماتيماتيكمون. واش كتعني؟ تو سامبلومون هو ده الخياطي، ليكريتور دان انسومبل سوا اون كومبريهنسيون ان انسومبل. عطانا شي سؤال فيه شي انسومبل مكتوبة اون اكستنسيون، كيفاش نقدروا نكتبوها اون كومبريهنسيون؟ هنجربو ولا شنو؟ عطيني شي اكزومبل هو ده باش نفهمك. نومبر اونتي تخي بتي، جي اش كريم نومبر اونتي تخي بتي اون فوازيناج دو زيرو. وي اون فوازيناج دو زيرو مي ا دروات جي اش كريم، حيت ايبسيلون الا قلتي او فوازيناج دو زيرو كان عندنا زيرو هنا، الفوازيناج ديال زيرو يعني راه يقدر يكون هنا شويه حداه ولا من هنا، و ايبسيلون ما كيكونش نيجاتيف مي كان سيبوزي بوزيتيف. غنهضر لكم على لا ليميت، قليل فيكم اللي كيكون فاهم هذه القضيه هذه. ملي كنقولوا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ نديرو اكس زيرو، اكس زيرو هي ال. هادي كيفاش كيشوفوها اللي دار سونس فيزيك؟ كيشوفوها عاديه، يعني كيقولوا المهم كيحسبوا ليميت ديال فونكسيون كون اكس تون فيغ اكس زيرو كتكون هي ال. انت عارفوها بحال هكا. اوكي هادي الى جينا نهضروا عندها تعريف بلا زيبسيلون، بالنسبه لسولنا على زيبسيلون، هذا احسن مثال نضربوا لكم على ايبسيلون باش تفهموا شنو هي ايبسيلون. هادي اش كتعني؟ لي تيكيفالونت ادير كو بور توت، اسمعوا معايا مزيان، انا نعرف لكم شنو هو ايبسيلون. بور توت ايبسيلون سوبيريور ا زيرو il existe واحد الفا سوبيريور ا زيرو تل كو لكن x la valeur absolue de x moins x0 inférieur à alpha ou la inférieur ou égal à la sep. هذا الشيء كي امبليكي باللي f de x moins f de x0 ما قدتنيش البلاصه دونك غندير لها لا لا غير لها. هذا الشيء كي امبليكي باللي f de x moins f de x0 راها انفيريور ا ايبسيلون. شوفوا معايا مزيان هاد القضيه هادي، راه شوفوا معايا مزيان. هنا قلنا بور توت ايبسيلون سوبيريور ا زيرو الى اكزيست واحد الالفا سوبيريور ستريكتومون زيرو تيل كو الى كان اكس موان اكس زيرو انفيريور ا الفا الوغ اف دي اكس موان اف دي اكس زيرو راه انفيريور ا ايبسيلون. او عفوا اسمحوا لي هنا خصني ندير ال f de x moins l. هادي كنديروها لك عندنا f de x 0، هنا عندنا l، l هي الليميت. شوفوا معايا كيفاش غنترجموها جيومتريكمون. ملي غنقول لكم جيومتريكمون كيفاش دايره هاد القضيه غتفهموا. شوفوا معايا هنايا مثلا هاد لا فونكسيون f، نديروا ال هي هادي، قلنا سيدي ملي اكس او اكس 0 نديرو هو هذا، ملي اكس طون فيغ اكس 0 اف دو اكس طون فيغ ال، يعني بحال هكا نقدروا نديرو لها بحال هكا. اوكي البوان اكس 0 ال نقدروا نعطيه هو اف دو اكس 0، باش نتناو نديرو هو اف دو اكس 0 لا كونتينيتي تو سامبلومون. نهضروا على لا كونتينيتي. شوفوا معايا مزيان هنا اش كتعني هذه؟ هذا تعريف دقيق على لا كونتينيتي، احسن من انكم تقولوا كونتيني الا كان ليميت كون اكس تنفي اكس 0 هو اف دي اكس 0، لا هذا تعريف دقيق. هنا قلنا بور توت ايبسيلون
يعني اي ايبسيلون خديناه كبر من زيرو اي عدد صغير الى اكزيست الفا سوبيريور زيرو تلكو الى كان اكس مو اكس زيرو صغر من الفا يعني الى كان اكس اكس مثلا هذا ندير اكس اكس مو اكس زيرو اون فالور ابسولي يعني هاد المسافه اللي بيناتهم صغر من واحد الفا الوغ اف دو اكس مو اف دو اكس زيرو دونك غندير انا اف دو اكس ها اف دو اكس هنايا اف دو اكس زيرو f دو x مو f دو x 0 هذا كيكون صغر من ايبسيلون سيتادير f دو x و f دو x 0 قراب لبعضياتهم بزاف يعني الا كان x قريب من x 0 الوغ f دو x قريبه بزاف من f دو x 0 سواء جينا من لا دغوات من لا غوش سواء كان x هنايا لا ميم شوز سواء كان x تقرب من هاد الجهه او من هاد الجهه هي كنقولوا اليمين واليسار راه هي دوبل معادل ايبسيلون هنا كنستعملوا ايبسيلون باش نمثلوا بها واحد العدد اللي هو تري 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 بوتي و كيقدر يساوي واحد يقدر يساوي جوج مي هو الغرض منه انه يكون صغير حتى هذه العلاقه صحيحه الا كان ايبسيلون هو جوج حيت قلنا بور توت ايبسيلون ايل اكزيست ان الفا سوبيريور زيرو تيل كو لكن الفرق ما بين اكس و اكس زيرو ديستونس ما بين اكس و اكس زيرو صار من واحد هذيك الالفا الوغ ديستونس ما بين اف دو اكس و اف دو اكس زيرو كتكون صغيره بزاف وكل ما زادت صغرت هذه كل ما زادت صغرت هذه سادير هاد الالفا ديبون دو ايبسيلون اوكي كنظن غندوز هاد الشيء حيت غيبقاو متبعين معايا غير اللي داير سونسمات غندوز لحاجه اخرى ممكن نجاوب كل شيء هذا هو استعمال ديال ايبسيلون دونك ايبسيلون هو واحد العدد صغير كان واحد العدد صغير كنستعملوه في الرياضيات باش بوغ ديزيني ان نومبر لي هو تري بوتي و اللي سولني السؤال شكون سيما بن مريم مريم و اللي سولتنا السؤال اللي كان عندها شي سؤال يعني شي سؤال بغات تفهم واش حاجه تقولها ليا سينو ما كانتش حتى تصيفط شي ميساج ولا شي حاجه اوكي دابا غندوزو لا كيسيون لي موراها دابا غنحاول نزرب شويه الخوت حيت حسب ليا قريبا نديرو ساعه اتصال في مجال مريم ال كتسولنا على الاتصال على مجال اوكي بلا ما بقاش نشوف انا كتسولنا على الاتصال على مجال صافي دابا مزيان جينا الامير باقي عندي غموض واحد غموض دابا ملي تيكون عندك مكملات مختلفه مختلفه وكلك بين الصحه العباره كيفاش تندير ليها ملي يكون عندك مكملات مختلفه كتحاول تلقى باش تبين ان ديك العباره صحيحه ولا خطا كتحاول تبين ان مثلا بغيتي تبين خطا كتحاول تبين انه كاين شي تناقض تما فهمت مثلا نعطيك مثال لا عندك مثلا لا عندك بوغ توت ان ابارتن هو ان ياك ولا ندير لك ولا ندير هكا الى اكزيست واحد الفا ابارتن هو ان تلكو بوغ توت ان ابارتن هو ان راه الفا كبر من ان مثلا عطيتكم هذه العباره هذه الضريف علي قال لي وي هربوا سمعوا ايبسيلون اشوف وقال لي ما كاينش في اكزام ولكن راه مهم داك الايبسيلون والله الا مهم بالله ولا كان نتوما فهمتوش مزيان نقدر ندير عليه شي فيديو يقولوا لي الناس دير لي شي فيديو ونديطايه مزيان ونشرحه مزيان اوكي بحال دابا هنايا سولني جنرال امين دابا واقع عندي غموض واحد الغموض دابا بحال دابا هنا هاد العباره صحيحه ولا خطا قال لك كاين واحد الالفا الانتي ناتورال بوغ توت ان كاين في ان الفا كبر قطعا من ان يعني كاين واحد الانتي ناتورال اللي هو اكبر من كل شيء
ما كايناش هاد القضية. أعطيك كونتر إكزومبل، إذا كان مثلا فوالا إلا شد أي ألفا خديناه في إن، هاديك كاينة في أرشيميد، الريغل دارشيميد ولا التيوغرام دارشيميد ديال أرخميدس، تقول لك أنه بور توت إن أبارتنون هو إن ياك، ولا بور توت ريال إكس، بور توت ريال إكس، بور توت إكس أبارتنون هو إر، il existe واحد y appartenant à r tel que x inférieur à y. يعني كيما بغى يكون، كيما بغى يكون x من r، راه كاين واحد y اللي كبر منه. دونك وهذا اللي قلت خاطئه، هذه حيت قلت لك راه كاين واحد الالفا اللي هو كبر من كاع اللي n، دونك راه خاطئه باينه، تقدر دير لها كونتر اكزومبل تبين انها خاطئه. ومي هادي صحيح، هادي تسمى لا غيغل دارشيميد او ولا تيوغرام دارشيميد مبرهنة ارخميدس الا كان عقلي ينفعني. الوغ ندوز لا كيستيون، لا كيستيون سويفونت. شوف شوف، سمية النابلسي، قلنا ما فهمت كيفاش كنبدلو من انترسيكسيون لونيون في الدرس لي لي زونسومبل. عطاتني واحد لا فوتو هنايا، و لا فوتو مقلوبه، هذا هو المشكل. ها اقول لي ديالاش هاد ابسيلون في اناكو. هاديك ابسيلون كاينه في درس الاتصال في عند لي سيونس مات في الاولى باك، وتبقاو خدامين بها حياتهم كلها. هاد سمية نابلسي صيفطت لي تصويرة مقلوبة، يعني كنلقى معاها واحد الصعوبة باش نشوف. افتي عليا لحظة، او شتي عليا الدري باش نجي. اموان بي، اموان ا موان بي، هاكا ايغال يلا ا انتر بي. بغينا نبينو هادي، بغينا نبينو هاد القضية هادي، هذا هو السؤال ديال يلا. اموان بي هي ا انتر بي، دو فاسون ديال لا ديمونستراسيون. واخ بحال دابا هنا الناس اللي عندهم مشكل مع لي زونسومبل، راح نشوفوا هذيك كيفاش نديروا نخرجوها. كانت سولتني عليها سميه النابلسي، اوكي نشوفوا كيفاش. فوالا هنايا شكون هنايا السر ديال هذه هو اننا نعرفوا شنو كتساوي هذه. شكون اللي يقول لي هذه اش كتساوي؟ شكون اللي يقولها لي؟ يلا نسنسكم هي باش ترسم لهم دوك الدويرات باش يفهموا احسن. محتاج هما اللي دايرينها هنايا، راه دايرينها هنا دوالا لاستيس. هي انتر شنو باغ، كنت باغي ندير لها هكاك انايا. شكون اللي يقول لك شنو كتساوي هادي؟ شكون اللي يقول لي اش كتعني بعدا؟ واش كتعني ولا اش كتساوي؟ هادي ا ما عدا بي ولا ا موان بي نقولو لها. ما يقدروش يكتبوها لي. فوالا إذا كان عندنا واحد لونسومبل ا نديرو بي كاين وسطو ياك؟ لا تتقاطع معاه، تتقاطع معاه، نديرو تتقاطع معاه. اوكي سبين انترسيكسيون، ندير هذا بي، هادو دو زونسومبل. الضريف علي قالنا هي ا انتر بي بار كاينه ا موان بي، يعني ا نحيدو منها بي، يعني بحال نحيدو منها هادي اللي هو هادشي اللي هنا ياك. هادي هي ا موان بي، هادي هي ا نكتب شي كولور واحدة اخرى. هادي هادي هي ا موان بي، يعني ا حيدنا منها بي. هدى الخياطي ابلتي جينيرال امير قالنا هي اللي كاينين في ا وما كاينينش في بي، كاين اخي امير. وهدى الخياطي قالنا اكس ابارتيان ا اي اكس لابارتيان با ا بي،
حتى هذه كاينه. هما لي زيكس اللي كاينين في ا وما كاينينش في بي، حتى هذه مزيانه، كاينه هذه القضيه. حنا بغينا نبينو هذيك التساوي دي ممكن الاجوبه ديالكم كلها صحيحه. دونك فحال الاحسن حاجه هي اللي قال لنا الاخر، قال لنا الضريف علي، اللي هي ا، هذه هي ا انتر بيبار. ها تقول لي شنو هي بيبار؟ بيبار هما لي زيليمون اللي ما كاينينش في بي وكاينين في اي بلاصه بغيتيها. يعني بيبار هما لي زيليمون، لي زيليمون اللي ما كاينينش كاع في بي، هنا كاين هنا خارج البي. اوكي هما هادو. الا درنا ا والتقاطع ديالها مع بيبار غتعطينا هذا الشيء هذا اللي هنا. دونك راه هي ا انتر بيبار، فهمتوا؟ هي ا انتر بيبار. اوكي دونك هي ا انتر بيبار. دونك هادي اللي بغات تسولني واقيلا البنت، قالت لي كيفاش ننتقلوا من الانكلوزيون، كيفاش ننتقلوا من الانكلوزيون وما درناش انترسيكسيون. وكاين بزاف ديال القواعد، شتي كاع هاد القواعد اللي كاينين في اللي كاينين في لي زونسومبل كتفهموهم غير بحال هاد الرسوم هادو، بحال هاد القضيات هادو غتفهموهم مزيان. شي موضوع فيهم لكن شحال ضرورية قطعوا لي شوف راه كيسجل. اوكي بحال دابا هنا هنا غنعوضوا هذه بهذه القضية، نديرو هكا، نديرو ا مع هذا ا انتر بي ا مون بي، نديرو هي ا موان ا انتر بي بار، نبقاو غادا وهي هي ا انتر. بحال دابا هنا اعتبروا هذه هي بي كلها، هي ا انتر بي بار بار. اوكي وهذه تبقاو نبقاو غنبيها بحال هكا انتربي نخدمو مورغان وي والناصر وي نديرو الناصر كاينه جينا الامير دخل اقواس تولي اونيون سيد. كيفاش اونيون دخل اقواس؟ ما فهمتش وراه نو اونيون دخل اقواس مورغان ولا اونيون انصومبل فيت union A inter B بين أقواس، بين أقواس خاصها تكون مسكين أنت ولا union. عرفتي علاش؟ حيت أنا منين لقيت الجواب ديالها لقيتو فيه بحال هكا، خاصها تكون union. ولكن بالله تتأكدوا منها، زعما A inter B بار بار تساوي A بار union B. نعاودو نشوفوها. ها بي علاش؟ حيتاش في النصر هي هي اللي غتعطيك هاد لا 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 هي ابار بار. ها هي ابار اونيون بي هي هذيك. الا رجعناها انترسيكسيون هي هذيك اونيون اونيون كاينه. الا رجعنا انترسيكسيون راه ما كاينش النصر، دونك كتبقى انترسيكسيون انترسيكسيون. وهذاك الشيء علاش انا هنا ما كايناش بلوس، هنا بلاتي بلاتي ما كايناش بلوس. لا 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 هي هذيك القاعده ديال النصر هنا غتكون هي ا انتر ا بار كاينه كاينه الخوت اونيون اونيون ا انتر بي فوالا. ودابا تعطينا لونصاب البيض تا 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 وتخرج لنا كاينه كاينه الدراري. شكرا على التنبيه. دابا مزيانه، دابا مزيان مزيانه دابا القضيه. هي خصها تصحح داك الشيء بعدا عرفتي علاش الخوت؟ حيت دابا هي هنا في الجواب ديالها هو فيه هذاك الخطا. اسم القراصنه
اوكي دابا عندو السؤال اللي بعده، كنتمنى تكون فهمت البنت. مطاريف دالة، هذه عائشة كتسولنا على مطاريف دالة. مطاريف دالة، مطاريف دالة، شكون اللي يقول لنا شنو مطاريف دالة؟ مطاريف دالة لي زيكستريموم، ياك لي زيكستريموم، لي زيكستريموم دي اون فونكسيون. مطاريف دالة، مطاريف هما مطاريف دالة. الو مطاريف دالة، شكون يقولهم لنا؟ هما لو ماكسيموم والمينيموم ديال لا فونكسيون، الطرف ديالها هنا، الطرف الفوق هنا تحتاني، يعني كانت الماكسيموم والمينيموم. بحال الانسان تنقولوا اطراف ديالو، هما اليدين رجلين، يعني هما الحوايج اللي كاينين في ليكستريم، لي زيكستريميتي. سولتنا لي زيكستريموم دو فونكسيون، غنحاول نجاوب الزربه حيت الميموار امرات، ولا باقي ما قريناش مطاريف. هو القيمه الدنيا وقيمه قصوى، هما القيمه الدنيا وقيمه قصوى. السؤال هو كيفاش كنحددهم؟ اوكي مازال نرسم لكم واحد لا فونكسيون هكا هكا، عندنا داله درتا زلات خي بس دابا غادي بحال هكا. مثلا هذا نسميوه ام فوالا غون تيم، وهذا نسميوه بيتي تيم. دابا هنا ام هي القيمه الدنيا، و ام كبيره هي القيمه القصوى او القصويه. علاش؟ لان هاد بيتي تيم هي اقل قيمه ممكن تاخذها لا فونكسيون بور توت اكس، و ام كبيره هي اكبر قيمه تقدر تاخذها لا فونكسيون بور توت اكس. احسن طريقه باش تحددوا الطريقه اللي كتنجح زعما ديما، ممكن بزاف ديال الطرق، ولكن الطريقه اللي هي ديما افيكاس هي انكم ديروا لو طابلو دو فارياسيون او جدول التغيرات. يعني كتحسبوا اف بريم دو اكس، تحسبوا ناخذ شي فونكسيون من راسنا، مثلا شي فونكسيون، مثلا شي فونكسيون، شكون عطانا شي فونكسيون؟ عطيوها لنا من عندكم، نحسبوا المطالب ديالها. ما عطانا شي فونكسيون كبيره اتشينيو. طيب شكرا. ناخد شي فونكسيون من عندي اف دي اكس، هذا خو اف دي اكس ايغال باغ اكزومبل. ولكن لي زيكستريموم المطاريف راه عندهم علاقه ب عندهم علاقه ب اين مجال، فهمت؟ مثلا الداله تقدر تكون في المجال، مثلا عندنا شي داله بحال هكا في واحد المجال، فوالا طاق طاق وديرها هكا فور اكزامبل. قيمة قصوى بحال دابا هنا، إذا هضرنا غير في هذا المجال مثلا أبي أبي، ف كيتسمى لي زيكستريموم لوكو، أولا أن إكستريموم لوكال، أولا قيمة دنيا لوكال، قيمة دنيا في واحد المجال، في واحد المكان. هنا راه القيمة الدنيا هي هذه، والقيمة القصوى هي هذه، وقيمة الدنيا هي هذه، فهم؟ ولكن إذا هضرنا في أر كاملة، هبا نو كاينة وحدة أخرى هنايا هاهي، وكاينة وحدة أخرى هنا اللي هما كبار. إي دونك لي زيكستريموم أو المطاريف عندهم علاقة باللو دومين اللي باغي أنت تدرس فيه المطاريف، مفهوم؟ اللي كنقولوا هذا هو مطراف أو إكستريموم ديال الإف في هذا المجال، يعني ضروري تذكر المجال أين مجال. أنا كي بروبوزيو ليا دي فونكسيون، ضريف علي بروبوزا ليا اف دو اكس ايغال سينوس اكس. هادي من الدلال الدول اللي ساهل لي زيكستريموم ديالهم. حنا كنعرفوا ان سينوس اكس راها كومبريز انتر موان زان اي ان، هادشي فين بور توت اكس ابارتون واير، كيما بغا يكون اكس من اير.
كي ما بغي يكون x من r راه السينوس x راه ما بين موان 1 و 1 اي دونك سينوس x راه ادمي دي زيكستريموم في r اللي هما موان 1 و 1 هي كتلعب ما بين موان 1 و 1 ما كتفوتهمش ما كتنزلش على ما كتفوتش 1 ما كتنزلش على موان 1 وخصكم تلاحظوا واحد القضيه هو ان دي زيكستريموم راه كتوصلوا لا فونكسيون الفونكسيون اتان سون اكستريموم يعني هنا راه او يساوي يعني ماشي سينوس اكس ما كتوليش تساوي موان زعما كتساوي خاصها تكون كتوصل له يعني كونتينيو اولا معرفه هي في هذاك الاكستريموم راه هو صور من الصور ديالها يعني كتوصل له مزيان ندوز الفونكسيون الثانيه عطانا جينير امير 2x كاره بلس 4x بلس 4 عطانا امير عندنا 2x كاره بلس 4x دابا كنبغي نشرح بالزربه وندوز الاسئله والله ما كنقدر هذا ما يمكنش بلس 4x بلس 4 مثلا هذه لا فونكسيون هذه احسن طريقه باش ندرسوا لي زيكستريموم ديالها هو نحسبوا الديريفي بيان سور هذه ديريفابل في ار علاش سي فونكسيون بولينوميال على الصوره ديرو كا اوك يعني f prime de x عند نيشان f prime de x f prime de x راه هي 4x plus 4 اللي هي 4 فاكتور x plus 1 ربع عدد موجب يعني يكفي ندرسوا اشاره غير ديال x plus 1 نديروا جدول التغيرات في r بيان سور من موان انفيني بلس لانفيني الاشاره ديال x plus 1 اللي هي كتنعدم في موان 1 هنا غتكون سالبه وهنا غتكون موجبه اي دونك f prime de x غتكون تناقصيه هنا تزايديه هنا ليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني ليميت في موان لانفيني هي بلس لانفيني او الصوره ديال موان 1 هي 2 فوا 1 بلس موان 4 اللي هي موان 2 بلس 4 اللي هي 2 دونك الداله كتنزل لموان 2 وكتطلع بلس لانفيني هنا اللي هضرنا على المينيموم شنو هو شكون اللي يقول لي شنو هو لو مينيموم ديال لا فونكسيون اولا القيمه الدنيا ديال لا فونكسيون في ار شكون اللي يقول لي ظريف علي قلنا خلط السويت مع الفونكسيون وهذيك هضره اخرى خصها الوقت هذيك خصها الوقت الظريف علي الله يفجي الا سولتيني في الاول غنجاوب عليه دابا حيت باقي لي كيسيون بزاف ومحال نكملهم لي كيسيون الله اللي كيسول على التيوم دي فالور انترميديا ولكن الناس اللي ما غنكمل لهم في لي كيسيون غادي نجاوبهم ان شاء الله في بريفي غنجاوبو انا كنوعد ترى ما صحابنيش انا غتسولو هادشي كامل ولا هاد الاسئله يبقاو حتى اللايف جيم بدا بهم من الاول ما عرف على حساب ماشي مرة لي ستوكاج انا احسن مرة لي ستوكاج باش كنسجل هذاك الشيء علاش ما يكونليش نزيد اللايف نطول قولوا لي شنو هو المينيموم ديال هاد لا فونكسيون هي جوج ولي هي جوج جنرال امير قول لي هذاك السؤال بونيوس عمرات قول لي ديك السؤال زطيس في الاخر الفرد كيفاش نخرجهم راه هما ساهلين ملي تيكون خاص استاذ قول لي داك السؤال بونوس في الاخر اللي تحط في الاخر ديال الفرد كيفاش نخرجهم راه هما ساهلين ملي كيكون خاصهم الذكاء مو قيمه الدنيا هي موان 2 انا غنجاوبك اخويا يبدو موان زال هي موان 2 بالنسبه للسؤال ديال الضريف علي غنجاوب عليه هو الاخر وغادي نخرج حيت الاسئله اللي بقاو خصهم وقت بزاف وانا غنجاوب اللي طرحوا هذوك الاسئله غنجاوبهم في بريفي بالنسبه للاسئله اللي تيكونوا تتحطوا في الاخر ديال اللي تيكونوا صعاب
باش تكون صعب ممكن يكون خصهم شويه ديال التفكير تو سامبلومون. اخويا جينا الامير خصك الا كنتي ذكي، ها انت كنتي ذكي خصك الوقت، والوقت هو اللي ما كاينش ياك. والا كنتي خادم بزاف، خادم بزاف يعني عندك بزاف ديال التمارين خدمتيهم، بزاف ديال التمارين خدمتيهم على الجهد، يعني خدمتي مثلا انت خادم بزاف ديال التمارين وضروري تكون طايح بحال هذاك لوكا اللي هو يتحط لكم داك الاستاذ، حيت الاستاذ ما غايجيب شي حاجه من القمر، غايجيب لكم شي حاجه اللي كاينه في لي ليفر، كاينه في الانترنيت. الوغ غادي تكون ساهل انك تخرجها، غتشوفها غتك عليها نيشان. ولكن الا كنتي ما خادمش بزاف، واخا تكون نتا تخرجها ما غتخرجهاش في الوقت المناسب، ما يقدكش الوقت الا فهمتي، الا وقعت شي حاجه كان باقي لك الوقت مثلا الاستاذ تعطيكم الوقت، وغالبا ما تكونش الوقت شي اللي تيبان ليه. يعني خصك تكون خادم بزاف، خادم بزاف عندك تجربه في التمارين، عندك ليكسبيريونس. دابا عندي السبت احسن يوم، كنتسنى اللايف ديالك وفرحانين. شكرا شكرا اخويا الظريف علي، وكون هاني هاد اللايف ان شاء الله ديما غادي يكون ان شاء الله. الله يحفظك اخويا علي، مازال ان شاء الله شي حوايج احسن من هكا. اللايف غنديروا فيه بزاف ديال الحوايج. استاذ اللي قدرتي تجاوب ديك البنت اللي قالت لك كيفاش التعامل مع ستريس والخلع ديال الفرد الاول اذا كان ممكن وشكرا. واخا نجاوب على داك السؤال، هذا سؤال كان مهم بزاف، هذاك الشيء علاش نجاوب عليه هو كيفاش نتعاملوا مع ستريس. كيفاش نتعاملوا مع ستريس؟ تو سامبلومون خصك تكون اول حاجه كما قلت، ها كما قلت للجنرال امير، خصك تكون خادم بزاف ديال التمارين. مثلا في المات خصك تكون خادم بزاف ديال التمارين، يعني انت متريني كما تنقولوا. اوكي، ثاني حاجه كاين اللي يكون خادم ولكن تيتخلع، هذاك تيكون عنده واحد الخوف فهمتي، كيخاف ما يجيبش النقطه. ولا كاين اللي يكون عاوتاني عنده والديه حتى يقولوا له لا ما جبتيش النقطه عندك نديروا لك وكذا، وكاين اللي يكون هو مع راسه كيقول خصني نجيب مزيان، و تي عنده النقطه شي حاجه مقدسه. اذا كان الواحد عنده النقطه هي شي حاجه مقدسه، يعني باغي نجيب النقطه باش ما كان تيولي مخلوع. يعني مثلا انا هذا عزيز عليا، هذا عزيز عليا كيعجبني بزاف، كنولي خايف انني نفقده، كنولي خايف انه ما يبقاش عندي. مي انا الا قلت هذا ولا وايت بورد، هذا الا تسالى غنشري واحد اخر، الا تسالى غنشري واحد اخر ماشي مشكل. غير وايت بورد هذا غير وسيله كنستعملها، حاجه سخرها لي الله سبحانه وتعالى كنتعامل بها. هذا تليفون فهمت، يعني الواحد الا كان هو دخل ليكزامان عارف راسو يدخل يدوز غير واحد تيست اختبار ديال دوك المعلومات اللي دوزها باش كيشوف غير اختبار، هذاك تيست كنتي عارف راك تجاوب تو سامبلومون بلا ما تخلع. واحد بلا ما بغيتي تخلع عاوتاني خصو يكون قبل ما يبدا يجاوب خصو يجلس يقرا الورقه ويعاودها ويجلس بشويه عليه حتى يتكالما عاد يبدا يكتب، ماشي هو مازال مستريسي ويبدا يكتب. ممكن بزاف ديال الحوايج، المهم خص الواحد يربي راسو يعود نفسه انه ما يخافش. وهاد القضيه كتوقع بزاف للبنات، انا عارف البنات هما اللي كتوقع لهم بزاف تيخافوا، وداك الخوف راه هو اكبر عدو للانسان. يعني الواحد اذا كان تيخاف راه كينقص الاداء ديالو بنسبه 50% ولا ما عرفتش شحال. ولكن الواحد الزعيمي قدر يكون ما خادمش مزيان وكيجي كيجيب النقطه. كنتمنى تكون في شكون اللي سول هذا السؤال، نشوف شكون اللي سولو. المهم واحد باش يتكالما خصو يكون مردي شغلو، هادي اول حاجه يكون خادم مزيان. ثاني حاجه ما يخافش ما يتخلعش، يقول هذا تيست فرض عادي غندوزو، فرض غندوزو اختبار تيست صافي. الا واحد بقى تيتخلع كيكون هي الخلعه مزيانه
باش توجد، ولكن نهار الامتحان كتكون ضدك ماشي معك. وكنظن ان الواحد خدم واحد الماده بواحد الحب وتتعجبو ديك الماده وتستمتع بها، ما غاديش يتخلى عن هذا الفرق، غيدوزها عاديه. الو كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا اللايف. وبالنسبه للي كيسون اللي بقاو باقي كاين لي كيسون بزاف وخصهم وقت بزاف، دونك اللايف يقدر يوصل 3 السوايع باش نجاوب على دوك لي كيسون. الو اش غندير؟ غادي نحبس حد هنا، ولي كيسيون غنشوف نجاوب صحابهم اون بريفي. استاذ واش ضروري من الترتيب والنظافه؟ اخويا الترتيب والنظافه الترتيب والنظافه انا نيل فيها، ولكن تنقول لك مزيانه انتي مزيانه الترتيب. واحد اللي كان الورقه ديالو نقيه احسن، كان الورقه ديالو احسن. واحد اللي كان كتابته مستفاه وكذا بيان سيغ، راه ماشي بحال واحد كاتب مخرمز. يعني الترتيب تيلعب الأبضل تيلعب الدور. وكاين الناس اللي كيجيبوا نقطه عبد الترتيب اللي عندهم واخا ما خادم والو، كيجيب كيكتب ورقه مقاده الاستاذ تيتصح له الشاي كيحط لها شي نقيطه مزيانه. وكاين اللي كيكون خادم عنده 20 على 20 كيشوف الاستاذ هذاك الشيء مخرمز عنده كيقول له انا نقصتك جوج نقاط حيت عذبتيني في التصحيح. وهاد اللايف راه غادي يتحط في لاشين يوتيوب سواء غدا سواء بعد غدا، وسيروا لاشين وتابوناو فيها. غادي يكون فيها هاد اللايف ان شاء الله، وغتشوفوه كما كنشوفو انا هاد اللايف، غتشوفوه كيف ما كنشوفو انا هنا قدامي نتوما كتهضروا معايا. وي شي ثلاثه شكرا. وان شاء الله راح حتى السبت الجاي كاين لايف، كنتمنى تكونوا في الموعد. والاسئله ديالكم وجدوها، يعني ننصحكم واحد القضيه، اي سؤال كان عندكم كنتو خدامين في السيمانه كامله كتخدموا الماط، اي سؤال كان عندكم شدوه نوطيوه. نهار اللي نحط هذاك المنشور اللي كنقول لكم فيه حطوا الاسئله تما، كتبوا لي ديك الاسئله كاع اللي جاتكم في دماغكم هذيك السيمانه باش نجاوبكم عليها. اوكي انا كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا اللايف. السلام عليكم، والناس اللي ما جاوبتهمش راه غادي نجاوبهم ان شاء الله اون بريفي. الله السلام عليكم.